المهم في الختام، راني محذر طافلات موريتان من هاي العيادة اللي قالها عيادة الإمام، ومحذر من الطبيب اللي قال له عمر ولباه راجل لا دبيري، ونعرف انه ما يحبس به اللي يحمد والمصطفى وكل الجمهورية راجل لا دبيري، ونعرف انه ما يتنزل عليه ذنبان، ونعرف انه ما يتعدل عليه حملة به اللي راجل من البوتسليميت، ونعرف انه ما يسمع، ونعرف ان هاي الجهوية هي اللي وصلت موريتان لهذا من الكذب وتزوير التاريخ وتزوير الحقائق. ونقول للطافلات خاصة ما وراء مدريد اللي يدواه فم وكلها أمها، والله راجلها يبيع دار والله يرهنها والله يستلفهم عند البنك، المكم لا بد لها من تنشق ذاك الشق تقيس الطب الكبير بعض تقيس الطب الكبير. قزواني ما صالح منه شيء، خالق هو راجل مخلوق مولانا، يعني يوخى يعطي راسه الأخلى ولا يرجع قاع. وفي الأخير ودعتكم مولانا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله يوم الحد الجاي برامة معي ورق، برامة هو اللي حرق راسه، برامة ذاك اللي حاكم عليه القزواني وحاكم عليه الدولة يعرفوا اللي برام، برام ما مسكته ذاك، برام هو عنده فيديو أهلا من قائد أهلا من سعيد، برام جهون النيويورك، جهون النيويورك برام، وضح انه مات مع أحد الزنوج اللي مثقفين وكتاب واشتغلوا في الهيئات ما جاوا البرام ولا ظهروا برام، الشباب الموريتاني هون ما جاء البرام ما سولوا حد عن الأخبار، تم وقتك كراعوا مع التنجان يركب الطيران رجع لموريتان، برام عاد واحد برام يتنافس لا مع خليل الطيب اليوم ودير واحد فيه لا تصفاق وتنافق ويدور صيفه يعيش بيته ويعرف انه الغزواني ما هو صاحب يغير ذاك الخالع برام يعرفوا برام راهو عند حميده ولبا وهو ما مقابلين له تويك الفوضى، ذيك الفوضى كان طار صوفيا والعبد العزيز وتو ما مقابلينها له، وعنده لا ينسجم ويمشي معاهم